نعم، وصل البابا فرانسيس إلى مدينة الموصل في هذه الأثناء ويستعد لإقامة صلاة النشوة في حوش البيعة في مدينة الموصل، وهي صلاة ستقام على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال العنف في المدينة، خاصة بعد دخول تنظيم داعش إلى مدينة الموصل وارتكابه مذابح ومجازر في هذه المدينة التي لم تتعافى بعد من جراحها ولم يتم حتى الآن إعادة إعمارها. هنالك رسائل كبيرة يحملها بابا الفاتيكان في واحدة من أهم المحطات خلال هذه الزيارة، وهي في مدينة الموصل، إذ تعتبر هذه الزيارة هي أول زيارة بهذا المستوى لمدينة الموصل بعد أحداث داعش التي مضى على تحرير مدينة الموصل أكثر من 4 سنوات. الرسالة بشكل أساسي تلفت أنظار العالم والمجتمع الدولي إلى ضرورة إعادة إعمار هذه المدينة التي تضم واحدة من أكبر الكنوز عبر التاريخ، وهي كنائس الدولة الآشورية العريقة التي تعتبر من أعرق كنائس العالم. كذلك بعد انتهاء هذه الصلاة في مدينة الموصل سينتقل بابا الفاتيكان إلى مدينة قرقوش الحمدانية، وهي إحدى المدن التابعة لمحافظة نينوى أيضا، وهنالك سيلقي خطابا في كنيسة الحبل بلا دنس، وسيلتقي المجتمع الحمداني بمختلف الأديان والطوائف والأعراق والقوميات في لقاء يلقي خلاله خطابا قبل أن يعود إلى أربيل. ونحن هنا في قصر سعد عبد الله في أربيل ننتظر عودة زيارة البابا لاستكمال هذه التغطية التي يشرف عليها البروتوكول هنا في إقليم كردستان، إذ سنرافق البابا إلى ملعب فرانسو حريري، وهنالك تم التحضير لأكبر قداس في العراق يشارك فيه 10,000 مصلي. في هذا القداس أيضا سيلقي بابا الفاتيكان خطابا بحضور حكومة إقليم كردستان ورئاسة إقليم كردستان، بالإضافة إلى هيئات دبلوماسية وشخصيات ممثلة عن الأديان الثمانية في إقليم كردستان، وشخصيات ممثلة عن المجتمع في إقليم كردستان من العرب والأكراد والتركمان وباقي مكونات التي تتعايش هنا بسلام في مدينة أربيل. وبختام هذا القداس الذي يعتبر هو القداس الختامي لزيارة البابا فرانسيس سيعود إلى بغداد، ومن ثم من هناك مغادرا إلى روما. نعم نعم صهيب، كيف تبدو أيضا التحضيرات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بالزيارة، وكيف يبدو الحضور حتى اللحظة؟ نعم، التحضيرات كانت على أعلى المستويات، وأربيل انفردت وتميزت بالتنظيم العالي لهذه الزيارة والاستقبال منذ أشهر، ويتم الإعداد بلجان مختلفة تتولى كل لجنة عمل مختص سواء على مستوى تنظيم الاستقبال أو مستوى تنظيم الفقرات التي سيتم عرضها خلال هذه الزيارة، إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات. لجان من البروتوكول عملت بشكل دؤوب على تنظيم هذا الاستقبال بشكل عالي المستوى، وتنظيم خاصة اللجان التي كانت تنظم حضور الصحفيين، إذ نظمت اللجنة الإعلامية دخول الصحفيين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير. هنالك أماكن تم تخصيصها للصحفيين، وأماكن للفرق الموسيقية، وأماكن أخرى للفرق التي عملت على تنظيم الاستقبال. خلال الاستقبال الذي جرى اليوم في مطار أربيل الدولي كان هنالك تمثيل حقيقي وواسع لمختلف الطوائف والأعراق والأديان والمذاهب في إقليم كردستان. شهدت ممثلين يرتدون أزياء عراقية عريقة متعددة من مختلف مكونات الشعب العراقي، من الكاثوليك، من السريان، من العرب والتركمان والكرد وكافة القوميات التي تتعايش هنا في سلام.
بالإضافة إلى حضور ممثلين من 8 أديان يعترف بها هنا في إقليم كردستان، وهي الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية والصابئة المندانية والبهائية والكاكائية. كل هؤلاء الممثلين نعم. من هذه الأديان يشاركون. أبقى مع